بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي وبناتي الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مجموعة دروس تعرفي على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من كتاب فقه أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، وكما يقول الشيخ حفظه الله: ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن. وذلك ما نراه في جميع سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة، أنها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى، ما هو المعنى لأسماء الله الرحمن الرحيم؟ قد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القرآن، وكل منهما دال على ثبوت صفة الرحمة. وهنا كما ذكرنا من قبل في الدروس السابقة أن كل اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم علم لله سبحانه وتعالى، وأيضا صفة. عندما تحدثنا في درس أعلام وصفات، الأسماء هي أعلام وصفات، فهي علم لله سبحانه وتعالى وأيضا صفة له. فالاسمان اليوم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى هناك يعني يدلان على صفة الرحمة، صفة ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. وهذا من الأشياء التي لابد أن نركز فيها أخواتي. نحن الآن بفضل الله أخذنا اسم الله الله، وصفة اسم الله الله هو ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. أخذنا اسم الله الرب، وصفة اسم الرب هو ذو الربوبية خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا على خلقه أجمعين. فالآن بنأخذ اسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ما هي صفة هذين الاسمين؟ الرحمة، ثبوت الرحمة لله سبحانه وتعالى. فالرحمن الرحمن، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كما يقول الشيخ هنا أن الرحمن جاء على وزن فعلان، و يدل على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة لله سبحانه وتعالى بالرحمة، صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالرحمة، يدل عليها اسم الله الرحمن. يبقى عندما يعني ندرس اسم الله الرحمن، ما الصفة التي يدل عليها هذا الاسم؟ يبقى هذا الاسم يدل على صفة الرحمة الثابتة اللازمة لله سبحانه وتعالى الرحمن. فصفته الرحمة صفة ذاتية له. طيب الرحيم ماذا
تعني الرحيم. الرحيم هو ثبوت صفة الرحمة لتعديها للمرحوم، يعني دال على تعدي هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ما عنده رحمة ثابتة في ذاته الرحمن الرحيم، دال على تعدي هذه الرحمة إلى المخلوقات أجمعين، أي من يرحم بالفعل، أن الله من يرحمه الله. فالرحيم هو الصفة التي تدل أن الله راحم لعباده، وهي تعدي صفة الرحمة لمخلوقاته سبحانه وتعالى. يبقى الرحمن هي الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى بالرحمة، الرحيم هي تعدي هذه الرحمة لعباده، الراحم لعباده. من الأشياء الأخرى فرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن هي رحمة صفة كما تحدثنا، وأيضا هي يعني الرحمن هي الرحمة التي صفة لله يرحم بها البر والفاجر، رحمة عامة، الرحمن الذي يرحم رحمة عامة. ماذا نقصد برحمة عامة؟ يعني كل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه، كل شيء في خلقه سبحانه وتعالى وصلت إليه رحمة الله، لأن الله قرن هذه الرحمة به، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار. لمثل ذلك نحن يعني كتبنا هنا للبر والفاجر، يبقى إذن الرحمة العامة هي رحمة الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات بما فيها حتى الكفار. ما هو نوع هذه الرحمة؟ ما هذه الرحمة العامة التي يرحم بها الرحمن عباده سبحانه وتعالى؟ هي رحمة جسدية يعطيهم من الصحة ومن عافية ومن العمل ومن القدرة على الاكتساب والرزق، فرحمة بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك. فهذه رحمة يتشارك فيها البر والفاجر في هذه الحياة، بينما المؤمنون لهم رحمة خاصة من اسم الله الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. رحيما اسم الله الرحيم خاص رحمته بالمؤمنين، خاص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان. يبقى كيف يرحم الله سبحانه وتعالى الرحيم عباده المؤمنين؟ بأن يوفقهم للطاعة، هذه رحمة من الله، لأنه يريد أن يتقبل هذه الطاعة منهم ويرحمهم بها. يبقى توفيق الطاعة، تيسير للخير، تثبيت على الإيمان. يبقى رقم واحد توفيق للطاعة، تيسير للخير، تثبيت على الإيمان والهداية، والرابعة الإكرام بدخول الجنة، الإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. يبقى هذه الرحمة الخاصة التي يوليها الرحيم سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أن ييسرهم للطاعة ويوفقهم فيها ويثبتهم عليها وعلى الإيمان، ويكرمهم بدخول الجنة وبالنجاة من النار برحمته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الرحمة الخاصة للمؤمنين وللرسل ولعباد الله الصالحين، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، هي من يعني يتغمدنا الله بهذه الرحمة ويدخلنا الجنة، ليس بعمل أحد،
ولو صلى ولو صام عمره كله لن يعني يكون هذا جزاء لنعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وإنما دخول الجنة برحمة الله، نحن نعمل وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتنا، وهو برحمته يزيد لنا في الأجر، يزيد لنا في الثواب، ويرفعنا بكرمه وبفضله وليس بعملنا. طيب، الرحمن اسم كما يعني نذكر أخذنا في الدروس السابقة أن هناك ثلاثة أسماء جامعة لأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى: اسم الله، الله، الرب، الرحمن. فالرحمن أيضا من معاني أنه اسم جامع لأسماء وصفات الله الحسنى، وذلك تصديقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يبقى إذن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني من الرحمن يندرج تحتها من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا فيها صفات الرحمة والجود والكرم، كل ذلك يندرج تحت اسم الله الرحمن. يبقى إذن أخواتي الفرق بين الرحمن والرحيم: الرحمن كما ذكرنا هو على وزن فعلان، وهي صفة الرحمة الذاتية دالة على ثبوت صفة الرحمة الذاتية في الله سبحانه وتعالى، والرحيم هو الراحم لعباده، فعل هذه الصفة أو هو الذي يرحم عباده هو الرحيم. الرحيم يرحم عباده المؤمنين ويدلهم على الطاعة ويكرمهم بدخول الجنة. الرحمن يرحم الجميع، يرحم جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى بالرحمة العامة. طيب، هنأخذ بعض الآيات. طبعا الرحمن والرحيم جاءوا في القرآن في جميع الصور، جميع الصور في ما عدا قلنا سورة التوبة في استفتاحية أو بداية الصور، وفي بعض الصور في يعني بين في وسط الصورة. فنحن اخترنا يعني كما جاء في الكتاب بعض أمثلة، لكن ده لا يعني أن هذا على سبيل الحصر ولكنه على سبيل المثال فقط. وكما فعلنا في اللقاء السابق يعني نحاول أن كما جاء بالتفسيرات المعتبرة نستنبط المعنى لوجود هذا الاسم في الآية، في وجود الاسم في الآية، فبذلك نعرف ماذا يقصد بهذا الاسم في هذه الآية. مثال على ذلك في سورة طه، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. إذن الله سبحانه وتعالى بيصف نفسه باسمه الرحمن، أنه هو على العرش استوى، يعني الرحمن الذي هو أعظم يعني هو العظيم خالق الكون كله. فنتحدث عن العرش، عرش الرحمن هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، هذا العرش عرش الرحمن. والرحمن سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله وجلاله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. ونحن نؤمن بذلك أن الله الرحمن يستوي على العرش استواء يليق به دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. والاستواء الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة كما قال إمام مالك رحمه الله. فهنا جاء اسم الله الرحمن ليدلك على أنه الرحمن سبحانه وتعالى يعني الذي جميع المخلوقات تحت سيطرته، جميع المخلوقات، وهو على العرش، والعرش من أرفع
المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أيضاً في سورة مريم يتحدث سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أبيه داعياً إليه إلى الإسلام، فماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب من أبي اللي هو كان كافر وكان يصنع أصنام أن يؤمن بالله، وأن يعني يبين له أنه سيمسه عذاب وسيلقى في النار إذا استمر على كفره ويكون وكان وليا للشيطان. ولكن هنا كما نرى في الآية: أخاف يمسك عذاب شيطان، كلها معاني شديدة، وفي وسط هذه المعاني الشديدة تدخل اسم الله الرحمن. فهنا يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يبين لأبي في الدعوة أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعتك أنت وأنت تكفر به وأنت تصنع الأصنام للناس لكي يعبدوها، وبرغم ذلك أطعمك وسقاك وأعطاك يعني سبل الحياة والمعيشة، ورزقك من الطيبات، وخلقك وجعل لك سمعا وبصرا، وجعل لك قوة ويعني أقداما تمشي بها ويد تبطش بها، كل هذه من نعم الرحمن عليك وأنت تكفر به وأنت تريد أن تكون للشيطان. فهنا يعني من باب سيدنا إبراهيم يذكر أباه بأن هذه النعم كلها هي من الرحمن، وأن الرحمن سبحانه وتعالى يعني أعطاك كل هذه النعم، ف لا بد لك أن تخاف وأن تخشى وأن لا تكون للشيطان وليا. أيضا في سورة النبأ جاء اسم الرحمن في الآية: بسم الله الرحمن الرحيم: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هنا الله سبحانه وتعالى يصف ملكه وأنه هو رب وخالق السماوات والأرض، ويخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن يعني هو الذي خلق هذا الخلق. وأيضا يعني كانت هناك رحمة عامة بأنه رزق كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. رحمن شملت رحمته كل شيء، كل شيء في خلقه. لم يخلق الله هذه الكائنات والمخلوقات سدى ويتركها، ولكن يرزقها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الرحمن. فعندما نرى اسم الرحمن مرتبط بخلق السماوات والأرض، نعلم أن ما بينهما وكل الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الرحمن من رحمته العامة بهذا الخلق أن يرزقه وأن يهيئ له سبل العيش وسبل الحياة. أيضا سورة الرحمن، أول سورة الرحمن التي افتتحت بها اسم الله الرحمن، وهنا افتتح هذه السورة باسم الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم يذكر ما يدل على رحمته وأثرها التي أوصلها الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمة الله ينبه الثقلين لشكره فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعلا سورة الرحمن من السور الجميلة جدا التي يعني تشعر فيها بنعم الله سبحانه وتعالى، النعم ما جاء في الدنيا، مرج البحرين يلتقيان، ما طريق ما يعني نشعر به ونرى، الحب ذو العصف والريحان، كلها آيات نراها
ومن بعد بداية في النصف الأول من السورة تقريبا التحدث عن الآيات الكونية التي أنعم الله بها علينا الرحمن لكي نعلمه ولكي نعرفه ولكي نتقرب إليه ولكي يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى ويهيئ لنا سبيل طاعته، والنصف الآخر هو مظاهر رحمة الله في الآخرة من وصف الجنان ووصف الجنتان وما فيهما، ويعقب كل آية فبأي آلاء ربكما، وكأن هذه الآلاء وهذه النعم رحمة 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 من الله سبحانه وتعالى الرحمن. أيضا في سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن جاء لبيان شيء أو معنى آخر، وهو أن كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرا للرحمن بالعبودية، خاضعا ذليلا، الخلق كلهم عبيده سبحانه وتعالى. فإذا هنا يعني أتي باسم الرحمن، الرحمن الذي سيرجع إليه الناس يوم القيامة، من هو جميع الخلق، من هو بر وفاجر. يعني في هذه في هذا الموقف العظيم يعترفون لله سبحانه وتعالى بأنه هو المستحق للعبودية وحده، الرحمن الذي رزقهم، المستحق للعبودية هو الرحمن الذي رزقهم في الدنيا وأعطاهم النعم وأعطاهم الصحة وأعطاهم المال، وهم يكفرون به. وليس ذلك فقط، والذي أنجاهم من رحمته أنه ينجيهم من الكرب، ثم يرجعوا مرة أخرى إلى ما يفعلون من المعاصي. ففي هذا الموقف يوم القيامة سيقر للرحمن بالعبودية كل الخلق. وطبعا في إطار الآية أنها تخاطب من يعني من النصارى الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، أو يدعون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فيقول لهم كيف يكون واحد منهم من هؤلاء الخلق ولدا له عز وجل تعالى، عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. طبعا ما ذكرناه في اسم الرحمن، اسم الله الرحمن، هي مجرد أمثلة كما ذكرنا، و يعني من تريد كما سنقول إن شاء الله في الواجب الأسبوعي أن تستزيد فعليها القراءة والتدبر لبقية المواضع التي جاء فيها أسماء اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم. وكما يعني ترون في يعني اللوحات أن دائما نحن يعني نتجه بالتفسير الآيات إلى التفسير المعتبرة، وهي ابن كثير، الطبري، القرطبي، والسعدي، والبغوي. يعني هؤلاء يعني التفاسير التي يعني نتطرق إليها في هذه الدروس للآيات عندما نريد تفسيرها، مع طبعا ما جاء في كتاب الشيخ حفظه الله. طيب، اسم الله الرحيم، اسم الله الرحيم في القرآن الكريم سنجد أن اسم الله الرحيم جاء غالب ما جاء مقيدا. ما معنى مقيدا؟ يعني لم يعني يكون مضاف لشيء آخر أو له علاقة بما قبله، مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، أو مقرونا باسم الله الرحمن. طبعا وهذا موجود في الفاتحة والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هو اقتران اسم الله الرحيم بالرحمن. كذلك اقتران اسم الله الرحيم بأسماء أخرى، مثل العزيز الرحيم،
الغفور الرحيم، البر الرحيم، التواب الرحيم. وذلك كما تحدثنا أن اسم الله الرحيم هو الراحم لعباده، يعني هناك من يرحمهم الرحيم. لذلك دائما يجيء الرحيم مقيد ب أو مضافا إلى أشياء أخرى، يا إما أسماء لله سبحانه وتعالى أو يكون في معنى الآية مرتبط بالمعنى الذي قبله، مثل وكان بالمؤمنين رحيم. طبعا يعني هو كده تنويه أسماء الله العزيز الرحيم الغفور. طبعا هذه آيات، يعني هذه كلها خواتيم آيات، ولها يعني اسم الله الرحيم له علاقة في كل آية من الآيات بتواجده مع اسم آخر. لماذا العزيز مع الرحيم؟ لماذا الغفور مع الرحيم؟ لماذا البر مع الرحيم؟ والحقيقة يعني هذا مجال واسع، ويعني كان الشيخ في بداية الدروس تحدثنا أنه يحتاج إلى دورة أخرى، وهي يعني علاقة أسماء الله الحسنى بعضها ببعض، أو اقتران هذه الأسماء ماذا يعني. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه الدورة على خير، وبعد ذلك إن شاء الله ستكون هناك إذا كان في العمر بقية يعني دورة أخرى عن علاقة أو اقتران أسماء الله بعضها ببعض. وهذه يعني يا أخواتي من أروع الأشياء والله، يعني ما ندرسه، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا الطريق، ونسأله الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا، وأن يعني يقينا من الخطأ أو النسيان، وأيضا أن يفتح لنا ويزيد لنا في هذا العلم، لأنه كما ذكر الشيخ أنه من أشرف العلوم ومن أحسن العلوم الشرعية عندما تعلمي عن ربك سبحانه وتعالى. لأنك لو علمت عن ربك حق وعرفت عنه حق المعرفة ستأتي كل الأشياء الأخرى بسهولة، العبادات والفقه وكل هذه الأشياء ستأتي ويكون هناك تقبل لها. يعني دائما يعني في بعض الأخوات عندهم مشكلة في تقبل الأحكام، لماذا أفعل ذلك ولماذا أفعل وفلانة لا تفعل وفلانة تفعل. أنت لا تفعلي ذلك من يعني من أجل فلان وفلانة ومن أجل أن يقولوا، يعني أنت تفعلي ذلك لرب العالمين. لو عرفتي الله سبحانه وتعالى ستحبيه، وإذا أحببتيه ستطيعيه بدون أسئلة كثيرة وبدون مناقشات وبدون، لأنه الله سبحانه وتعالى هو يستحق العبادة، وأن نحن نعبد الله سبحانه وتعالى فهو الرحمن الذي يعني دائما سيتفضل علينا، ودائما يعني حتى إذا أدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة سيكون ذلك برحمته وليس بعملنا. طيب الآن يعني كيف نعيش مع أسماء الله الرحمن الرحيم؟ طبعا كما ذكرنا أنه أسماء الله الرحمن الرحيم جاءت في مواضع كثيرة من القرآن، اخترت منها بعض الأمثلة التي ذكرناها، لكن للأخوات أن يعني تستزيد وأن تتدبر في بقية المواضع الموجودة في القرآن الكريم. ما فائدة العلم بأسماء الله الرحمن الرحيم؟ أن ندعوه بهذين الاسمين الرحمن الرحيم. هناك أدعية في القرآن الكريم عن الرحمن الرحيم، وأكثر الأدعية تكون لاسم الله الرحيم، وذلك كما ذكرنا لارتباط هذا الاسم وتعدي الرحمة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، فهو الراحم لعباده. لذلك ستجدي ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي أدخلني في رحمتك وأنت أرحم، أدخلني وأخي في رحمتك إنك أرحم الراحمين. إذن ستجدي دائما اسم الله الرحيم، الرحيم في الدعاء. الأدعية للقرآن التي جاءت باسم الله الرحيم
كذلك جاءت بصيغة الرحمة فقط، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ما قال فتية الكهف. فستجدي أدعية لها علاقة بالرحمة نفسها وهي يعني الصفة لله، أو ستجدين أدعية لها علاقة باسم الله الرحيم. فيعني أدعو الأخوات إنها يعني تنظر في القرآن وتنظر في الأدعية التي جاءت فيها اسم الرحمن الرحيم وتدعي بها الله سبحانه وتعالى، ويعني يكون عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى الرحمن الذي رزق كل المخلوقات وسيرحمك وسيدخلك في رحمته. فإذا أنت يعني أخلصت له العبادة، وإذا اتبعت ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فالدعاء رقم واحد. بعد ذلك تطبيق هذا في حياتنا، تطبيق هذا في حياتك، آثار اسم الله الرحمن الرحيم في حياتك. ماذا سيؤثر هذا الاسم في حياتك؟ هو أن يكون عندك رحمة، أن يكون عندك رحمة بالآخرين، التراحم بين بعضنا البعض. يعني عندما نقول صلة الرحم، هذا نوع من الرحمة، إنك ترحمي من لهم حق الرحم عليك، حتى لو هناك بعض المشاكل، بعض الأشياء. فيعني تقربا لله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم، أن تتخلقي بهذا الخلق في حياتك، ويكون هناك رحمة بينك وبين الأقارب، بينك وبين الجيران، بينك وبين زوجك، يكون مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم مودة ورحمة. رحمة، ترحمي زوجك، يعني إن لم يكون يعني هناك مودة يكون هناك رحمة، يعني لا تظلمي، لا تأخذي حقوق ليست من حقك، يعني خافي الله سبحانه وتعالى فيه، يعني تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم الرحمن الرحيم برحمة من حولك. فالأهل والأقارب كما ذكرنا، الجيران، يعني تصبري ويكون لك هناك نوع من الرحمة إذا كان هناك أذى، أو إذا كان هناك يعني بعض المواقف التي قد نتعرض إليها، نصبر ونرحمهم وندعو لهم. يعني الموضوع ليس سهلا، يعني على يعني حتى نكون واقعيين، الموضوع ليس سهلا، خاصة في يعني هذه يعني الظروف التي نحياها جميعا، والتفكير المادي والمصلحة يعني تكون في المقام الأول، وما مصلحتي مع هذا ومع هذه، ولم يكن هناك مصلحة لن أكمل هذه العلاقة. فنحن نحتاج إلى مدد وإلى صبر وإلى عون من الرحمن الرحيم كي ننفذ هذا الخلق، وهو التراحم، التراحم بيننا بعضنا بعضا. يعني الله سبحانه وتعالى في يعني سورة الفتح يقول عن المسلمين أنهم يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني لابد أن يكون هناك رحمة بين المؤمنين بعضهم وبعض، وبين الأخوات، يعني بين الأخوات في الله يكون هناك رحمة، هناك يعني تعذريها، حدث خطأ، كلنا نخطأ، يعني من الذي لا يخطأ؟ يعني وخير الخطائين توابون. فإذا يكون عندنا رحمة بالأخوات، رحمة بالأخريات، رحمة بمن حولنا، يعني لا نكون دائما نأخذ بالأخطاء، هذه فعلت كذا وهذه فعلت كذا، ونبدأ نلقي التهم ونلقي الأحكام وكأننا ملائكة يعني بأجنحة وليس لنا أخطاء. وهذا يعني من الأشياء التي لابد أن ننتبه إليها، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه يعني المشاعر فيها نوع من العجب،
والتكبر بالطاعة والعياذ بالله، إنك تجدي نفسك يعني بتقرأي القرآن، بتصلي، أخت أخرى مثلا مش يعني لا تستطيع أن تقرأ قرآن مثلك، أو لا تصلي بانتظام أسخر منها، وأقول لا 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 أخواتي، لا، لابد أن نرحم الأخريات، لابد أن يعني نعطي لهم الأعذار، لأنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل إنسان له قدرات، والله سبحانه يعني يعطيه بقدر هذه القدرات له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طبعا حديث جميل جدا جدا، يعني يعطيك شعور أنه يعني الأخوات والمؤمنات جميعا هم مثل الجسد الواحد، يعني إذا تداعى له يعني إذا اشتكى منه عضو، يعني وهذا سبحان الله، يعني هذه من المعجزات، يعني من جوامع الكلم الذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا من المعجزات لأنه يتكلم في قضية طبية صحيحة 100%، بأن يعني إذا كان هناك عضو من أعضاء الجسم في حالة مرضية كل الجسم يتأثر بذلك، ويكون هناك ارتفاع في الحرارة، ويكون هناك ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، ويكون هناك القلب يعني ضربات القلب تكون سريعة، تشعري أن في حالة طوارئ، في حالة طوارئ في الجسم كله نتيجة هذا العضو المتأثر. فالتشبيه غاية في الروعة، إنه كيف إنه يعني عندما أرى في أخت لي مريضة أو تعب أو يعني هناك ظروف معينة أو ابتلاء لها، أدعو لها وأتأثر وأسأل عليها وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها، لا أقول يعني ليس لي يعني خلاص هي لا أعلم لا أعرف عنها شيء، سألت عليها مرة، المهم أولادي، المهم من حولي، لا أختي، لا أختي، لابد يعني المؤمنون في كل مكان يكونوا إخوة وأخوات، يعني ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويعني أنا بقول هذا على يعني المستوى الشخصي، لكن أنت بتكلمي على المستوى، نتحدث عن المستوى العام للمسلمين في كل مكان، المضطهدين المسلمين الذين يعانون في أماكن متفرقة من العالم، يعني أقل شيء ندعو لهم الله سبحانه وتعالى الرحمن أن يرحمهم وأن ينزل عليهم السكينة وأن يرفع ما بهم من ابتلاء وبلاء، ده أقل شيء، يعني إذا استطعت أن ترسلي إليهم أموال، أن يعني تبرعات تعينيهم، هذا خير وبركة، لكن إن لم تستطعي على الأقل تشعري من داخلك أنك يعني حزينة عليهم ويكون هناك تأثر بما يحدث لهم. وهذا من يعني من صميم السنة ومن صميم ما يقول الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام. هو نفسه عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي جاء رحمة للعالمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون الناس كلهم مؤمنين، كان يتمنى قريش كلها أن تدخل الإسلام، كان يتمنى الجزيرة العربية، كل الناس، لكن سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى دائما كان يخفف عنه ويسلي ويقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنما على رسول ما على رسول إلا البلاغ المبين. فرحمة رحمة كانت يعني الرحمة مهداة سبحانه صلى الله عليه وسلم، قد كان أرحم الناس وكان أشفق الناس على الناس وأسعى الناس في إسعاد الناس، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنا نستشعر من هذا الحديث أن طبعا الحديث طويل، ولكن هذا يعني المقتطفات جاءت في هذا الحديث، كيف نعيش مع أسماء الله الحسنى. في كل اسم من أسماء الله الحسنى لابد أن نتخلق به في قدر يعني ما نستطيع وما أمرنا الله. الله الرحمن الرحيم أمرنا أن نرحم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرحم الآخرين،
وارتبط هذه الرحمة برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني له دليل هنا من السنة، وله أيضا في العفو وفي الصفح، يعني جاء دليل أيضا في القرآن: واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى إذن يعني أخواتي، أحب أن أشدد على هذه النقطة، من ضمن الآثار لدراسة أسماء الله الحسنى أن نتخلق بهذه الصفات، وطبعا نتخلق بها يعني كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى في إطار ليس كمثله شيء. ولكن نحن نقول أن يعني نقوم بالتخلق بها كما أمرنا الله هو بها، مثل ما قال: ألا تحبون فعفوا واصفحوا. يبقى إذن هناك عفو وهناك صفح من جانب الإنسان على شكل مختلف تماما من العفو والصفح في جانب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله طبعا. لكن ما نستفيده هو أن يعني نعلم ما يريد الله، ويكون لنا دليل في ذلك كما ذكرنا دليل من السنة وأيضا دليل من القرآن على التخلق بمثل هذه الأخلاق بمعاملتنا مع الناس. وأن كما ترحمي وكما يعني تجودي برحمتك، الله سبحانه سيرحمك، وكما ستغفري للآخرين الله سيغفر لك، وكما ستتصدقي وتنفقي من أموالك الله سيرزقك. هو ده، هذا ما نريد أخواتي، هذا ما نريد أن يعني يرسخ في قلوبنا. كل اسم ندرسه نسقطه على حياتنا، نسقطه على حياتنا، وهذا هو الاستفادة العظمى الذي يعني التي نستفيدها من هذه الدروس. إنها ليست دروس فقط ليعني أشياء نظرية ثم يعني كل أخت تعود إلى بيتها وإلى حياتها وتنسى ما نقول ونلتقي الأسبوع القادم وجزاكم الله خيرا. لابد أن نسقط هذه الصفات على حياتنا يا أخواتي، حتى نتقرب إلى الله بها بأسمائه وصفاته. يعني عندما أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: يا رب يا رحمن ارحمنا في الدنيا والآخرة، وأنا أظلم زوجي، وأنا أظلم أم زوجي، وأنا أظلم أخواتي، وأنا لست رحيمة بجيراني ولا رحيمة بشيء، أنا يستجاب، يعني أنا يستجاب. فلا بد أن أصلح من نفسي، نصلح من أنفسنا، وبعد ذلك كل اسم حيصلح. اليوم حيصلح الناحية الرحمة، بعد ذلك عندما نأخذ الغفور الغفار الغفور العفو حيصلح ناحية العفو والمغفرة، تعفي وتصفحي. في كل اسم حيعالج يعني مرض معين عندنا في بعض الأشياء. فهذا ما نريده، أن يعني ندخل في دورة إصلاح للنفس، إصلاح للنفس بدراسة أسماء الله الحسنى أيضا. وطبعا هذا سيكون اقتداء أيضا، يعني هو يتقرب إلى الله اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. رؤية آثار رحمة الله، هذا من ضمن الأشياء التي تعيننا على التخلق بهذا الخلق. ما هي آثار رحمة الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن في ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب، آثار رحمة الله في نزول المطر إلى الأرض و خروج الزرع والنبات منها، هو هذا هو إحياء الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا يعني بيتحدث عن يعني نزول المطر من السماء، وهذا المطر هو يحيي. فهنا لم يتحدث عن المطر، ولكن أعطاك يعني منظر آخر لهذا المنظر الرائع، وهو إنزال المطر وخروج النبات من الأرض، كأنه إحياء لهذه الأرض، إحياء لهذه الأرض التي كانت لا حياة فيها ولا زرع. وهذا يعطيك أيضا من الأمثلة على إحياء القلوب،
إحياء القلوب عندما ينزل عليها القرآن وينزل عليها الوحي. القلوب الواعية وليست اللاهية، القلوب الواعية، القلوب المتدبرة لكلام الله. فعندما ينزل عليها الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. عندما تسمعي القرآن، عندما تنصتي إلى القرآن، تنزل آيات على قلبك بالسكينة وبالراحة، وتنفذي ما تسمعين، ولكن ليس مجرد السمع للسمع. فهنا من آثار رحمة الله هذه الأرض التي كان لا زرع فيها ولا ماء، وفجأة بعد نزول المطر بدأت تزهر، ويكون هناك من الفواكه ومن الزهور ومن يعني الخضروات كثيرة جدا سبحان الله. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى بيربط هذا بالبعث، بالبعث يعني من سيحيي هذه الأرض؟ سيحيي الموتى. ويعني كان هذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى. عندما نتحدث عن أثار رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فسنجد أن يعني جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى من العالم العلوي والسفلي ومن حصول المنافع والخيرات من أثار رحمته، كما أن صرف ما صرف عنه من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار أيضا من أثار رحمة الله. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض، وامتلأ منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض. يعني عندما يعني تشاهدي البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء، كيف تعامل أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة عليهم. ظهرت رحمة الله سبحانه وتعالى في أمره وفي شرعه ظهورا تشهد له البصائر والأبصار. كيف أن شرع الله كله في يعني صالح البشرية وصالح الإنسان وصالح المسلمين، وكيف أن الشرع كله وكل الشرائع يعني التي فرضت في الإسلام والأحكام، كل هذه الأحكام في يعني رحمة، فيها رحمة وهداية للمسلمين، فيها من التسهيلات ومن التيسيرات. انظري مثلا مثال في صوم رمضان، صوم رمضان، لكن إذا كنت مسافرة، إذا كنت مريضة، لك أن تفطري وتعوضي هذه رحمة، هذا تيسير. جمع الصلوات حين السفر، قصر الصلاة، كل هذا رحمة وتيسير على المسلمين. رحمة أيضا يرحمها الله سبحانه وتعالى لكل يعني وسعت رحمته كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هذه الرحمة الواسعة لله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، وخاصة لمن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه، عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. في قوله تعالى سورة الأنعام: وهذا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ترحمون، يبقى إذن في اتباعي لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هو رحمة، يعني استدعاء لرحمة الله سبحانه، أو يكون هناك جزاء رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا الطاعة والزيادة واتباع هذا القرآن وهذه السنة هو
استجلابا لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة الأعراف قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذن أيضا رحمة الله ستكون قريبة من المحسنين. طبعا المحسنين لهم صفات كثيرة جدا، ولكن دائما عندما يعني يحضر القول عن الإحسان نتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل وسأله عن الإحسان، فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل عندك هذا الشعور؟ هل عندك أن الله يراك في كل لحظة من لحظات حياتك؟ نسأل كل واحدة، كل أخت تسأل نفسها. البشرى، نحن نتحدث من أول الدرس عن رحمة الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الذي وسع كل شيء، والذي رحمته تسع كل شيء، ومظاهر رحمته وأثار رحمته من المخلوقات، وكيف أن الأم تخاف على أولادها حتى لو كانت يعني من البهائم، وهناك مظاهر من الرحمة كثيرة جدا يعني نتأثر بها. طيب خذي البشرى، كل ما تشاهدي في هذه الحياة من آثار لرحمة الله من مخلوقاته يتراحمون بعضها البعض، هي جزء واحد فقط، جزء واحد فقط من رحمة الله، وأن الله عنده 99 جزءا من باقي الرحمة ليوم القيامة. ماذا تقولي في ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى في الحديث قال، حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ماذا تقولون بقى؟ ماذا تقولون إذن؟ رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني رحمة الله ما نرى في هذه الدنيا من الخلائق هي جزء، وعند الله رحمته يعني أكثر منها 99 ضعف، 99 ضعف لرحمة الله سبحانه وتعالى. عندما تقول يا رحيم، عندما تقول يا رحمن، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، عندما تقولين ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، خير الراحمين، نعم إن الله خير الراحمين، من يرحم كل هذه الرحمة؟ عندك 99 ضعف من الرحمة التي تريها في الأرض، فهل هناك أكثر من ذلك؟ طبعا الحديث رائع جدا، ولأنه رائع جدا يعني سنأخذ هذه الدقائق بعد إذنكم من ما يعني قاله الدكتور خالد السبت، الحقيقة يعني عجبني جدا يعني تعليقه على الحديث، فيعني يقول: فمثل هذا الحديث إذا نظر إليه الإنسان وعرفه فإن ذلك يؤثر فيه سعة الرجاء. أنت ترجين رحيم، أنت ترجين رحيم، وانتظار رحمة الله في أموره كلها. فإذا كان العبد مذنبا فإنه لا يقنط، فيبادر إلى التوبة، والله غفور رحيم مهما تعاظمت ذنوب العبد. طبعا غفور رحيم، الله يغفر لأنه رحيم، ولأنه رحيم فإنه يغفر. دائما عندما تجدي غفور رحيم لهم علاقة بعضها ببعض هذين الاسمين. يقول دكتور خالد: وإذا كان العبد في حالة مفارقة الدنيا فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فيتذكر سعة رحمة الله فيورثه ذلك الرجاء في وقت الموت، وفي وقت فعل الذنب تتوبي إلى الله، وفي وقت الابتلاء بالمرض، إذا أصيب الإنسان بالمرض ما تسود الدنيا وتظلم في ناظره، وإنما يتذكر أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فينتظر الفرج،
فينتظر فرج الله وعافيته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. ربي يعني نأخذ من القرآن أدعية في ذلك، في قول أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني قول يعني دعاء بالاستشفاء من المرض. وهكذا إذا نزلت به ضائقة من بلية في مال أو في نفس أو في ولد، يتذكر اسم الله وألطاف الله، فإن الله رحيم. وإذا تذكر أن الله أرحم به من الوالدة بولدها، ما يضجر ولا يتسخط ولا يتشكك ولا يعترض ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، ولا يقول لماذا يا رب. للأسف هناك بعض الناس تقول ذلك عندما يصيبها يعني بعض الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني يتضجرون ويقولوا لماذا، وماذا بيني وبينه، لماذا يفعل ذلك بي. للأسف يعني استغفر الله تعالى من ذلك، ولكن يعني هذا ما يحدث. فبالتالي يعني نأخذ كل الحذر من هذا. يستحضر الإنسان أن الله حينما ابتلاه ما ابتلاه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليرفعه، فهو أرحم به. لكن نحن لا ندرك هذه الرحمة، ولا نرى إلا الشيء الذي أمامنا فقط، القريب العاجل. ولو نظر الإنسان إلى العواقب البعيدة فإنه يدرك أن ذلك يكون من الخير له. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمة واسعة، وأن يغفر لنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرفع عنا يعني الابتلاء، وأن يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمته وليس بعملنا، وأن يعني يهدينا إلى العمل الصالح، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى. يعني نختم بالواجب الأسبوعي لهذا الأسبوع لاسم الله الرحمن الرحيم: قراءة القرآن بتدبر في الآيات التي ذكر فيها اسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة بخشوع مع الدعاء بهذين الاسمين كما قلنا. هناك أدعية في القرآن ندعو بها، والتدبر في هذه الآيات، التفكر اليومي في الآيات الكونية. وكما ذكرنا هنا الآيات الكونية ستأخذ مأخذ آخر في ظل اسم الله الرحمن وآثار رحمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض وما نرى من مخلوقات لله سبحانه وتعالى. عبادة التفكر، لا ننسى كل يوم نصف ساعة ربع ساعة كما يتيسر لك. تذكري نعم الله عليك، تذكري نعم الله عليك، وكم مرة أنجاك من كل كرب، ويعني كم مرة رحمك من عذاب، رحمك من أشياء لم تكون تستطيع أن تتحمليها. تذكري في حياتك السابقة الهروب من سارق العمر مرة أخرى وأخرى وأخرى. يعني نأخذ يعني حذرنا من سارق العمر كما ذكرنا. ويعني في النهاية أتمنى أن يكون يعني درس اليوم إن شاء الله يكون يعني واضح لجميع الأخوات، وإن شاء الله يا رب الله يتقبل منا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.